النني ممكن يسدد النني آه! تعادل هدف 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 محمد النني مش ممكن يا نني مش ممكن يا نني قذيفة 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 بعيدة المدى بعيدة المدى وإلى أي مدى يا نني وإلى أي مدى يا نني محمد النني يعادل ويصحح الأوضاع مرة أخرى النادي المقاولون على طول ويحط هدف التعادل من جون جميل 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 محاولة محمد صلاح قاطع موجود هنا عبد العزيز أحمد ترجع الكرة تاني على طول 24 محمد عادل علامي 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 ممتاز يا ولد يا ولد يا ولد هدف جميل النني 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 يرقص راسة النني محمد النني يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد انما هدف عالمي يا جماعة هدف مفاجئ ومباشر ست سنوات ركلة جزاء للمقاولين العرب بالذكريات الاسماعيلي وعبد الواحد السيد لكن ركلة جزاء عالمية ركلة جزاء 100 100 النني 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 هدف تاني للمقاولين العرب بالتخصص بعد كرة متحركة قوية النني يسجل هدف تاني في الحارس الدولي عبد الواحد